بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 55. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونذكر له تفضله بالإجابة على أسئلة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد المستمعين، رمز إلى اسمه بالحروف نون ألف نون، يسأل ويقول: هل يجوز للمعذور من به سلس بول أو غيره، هل يجوز له أن يتوضأ قبل دخول الوقت ولو بدقائق معدودة لكي يدرك تكبيرة الإحرام والركعة الأولى في المسجد مع جماعة، لا سيما إن كان المسجد بعيدا عن المنزل ولا يضمن أن يكون في المسجد ماء ليتوضأ به؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، إنه كما هو معلوم أن من به سلس البول وكل من عنده حدث دائم مستمر فإنه يصلي على حسب الحال، قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فيتوضأ عندما أولا يستنجي وينظف المحل، ثم يضع على ذكره شيء، ثم يضع على ذكره شيئا يمنع تسرب البول، ثم يتوضأ ويصلي في الحال، وإذا خرج منه شيء أثناء ذلك فهو معفو عنه، بقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. يتوضأ عندما يريد الصلاة، والفاصل اليسير لا يضر، كما إذا كان يريد الذهاب إلى المسجد وقد حمل ما يلزم لأن لا يحصل في المسجد شيء منه، فالفاصل اليسير لا يضر إن شاء الله، لكن يتقيد بالتوقيت بحيث لا يمضي على وضوئه إلا القدر الضروري ثم يصلي الصلاة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة من الأمارات العربية المتحدة بعثت برسالة وضمنتها 9 أسئلة. أول سؤال لها تقول فيه: في سورة البقرة الآية 137 قوله سبحانه: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، ما هي مناسبة هذه الآية؟ وهل هي قراءتها إذا خفت مخلوقا من الجن أو الإنس؟ أرجو التوضيح ولكم الأجر والمغفرة إن شاء الله. هذه الآية في سياق محاجة اليهود والرد عليهم حينما كفروا بعيسى عليه السلام وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. الله أمر المسلمين أن يعلنوا إيمانهم بجميع الرسل من أولهم إلى آخرهم، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، أي لا نفرق بين أحد منهم في الإيمان، فنؤمن ببعضهم ونكفر بالبعض كما فعل اليهود، بل نؤمن بهم جميعا ونحن له مسلمون، أي منقادون لأمره سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى: فإن آمنوا أي اليهود مثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، لأنهم يدعون أنهم مؤمنون مع أنهم يكفرون ببعض الرسل، وهذا من التناقض العجيب، إذ الإيمان لا يصح إلا بشروط وأركان، منها الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام، فدعوى الإيمان مع الكفر ببعض الرسل هذه دعوة باطلة، أما إذا آمنوا بجميع الرسل فقد اهتدوا.
وعاملوا إيمانا صحيح، وهذا ما لم يحصل من اليهود، بل إنهم أعلنوا الكفر ببعض الرسل، ففيه رد عليهم وإبطال لدعواهم. أخبر الله أنهم يشاقون الله ورسوله، والمشاقة أن يكون الله في شق والعبد في شق آخر، هذه المشاقة والمحادة لله عز وجل. وإذا دعا الإنسان بهذا الدعاء قال سيكفيكه الله وهو السميع العليم، إذا خاف من عدو أو خاف من شر من أحد فدعا بهذا الدعاء سيكفيكه الله وهو السميع العليم، فهذا دعاء مشروع ودعاء نافع. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل وتقول: هل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ سورة ياسين عند خروجه مع أبي بكر من الهجرة؟ وهل يجوز لي ترتيلها عند زيارة أحد أو سفر أو ملاقات من أخاف؟ جزاكم الله خيرا. لم يرد أنه صلى الله عليه وسلم قرأ سورة ياسين عند خروجه من الهجرة، وإنما ورد أنه قرأ أول هذه السورة: فجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وذر على رؤوسهم التراب عليه الصلاة والسلام، وخرج من بينهم وهم لا يشعرون. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سيدة نساء العالمين مريم بنت عمران، هل لديها أخ يدعى هارون كما ذكر في سورة مريم؟ وعند حملها بالمسيح عليه السلام قالت في سورة آل عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. هل هذه الآية خاصة لسيدة مريم أم يجوز لأي امرأة حامل قولها حتى يحفظ الله جنينها وينشأ على طاعة الله؟ وأرجو بيان معنى الآية. جزاكم الله خيرا. أما أن مريم لها أخ اسمه هارون فلا أعلم شيئا من ذلك، وأما قوله تعالى حكاية عن بني إسرائيل أنهم قالوا يا أخت هارون، قد قال العلماء إن معنى ذلك أنها على دين موسى وهارون عليه الصلاة والسلام، على دين موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام، وقيل غير ذلك الله أعلم. وأما قولها إني نذرت لك ما في بطني محررا، هذا معناه أنها نذرت أن يكون هذا المولود خادما لبيت المقدس، تريد بذلك تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فلما وضعتها أنثى حصل عندها شيء من الندم والأسف، لأن الأنثى لا تقوم مقام الذكر فيما نذرته من هذا النذر العظيم، ولكن الله سبحانه وتعالى حكيم عليم، جعل في هذا المولود الذي هو مريم جعل فيه خيرا كثيرا، فحملت بعيسى عليه الصلاة والسلام وكانت صديقة وعابدة لله عز وجل، كانت من القانتين، جعل الله في هذه البنت الخير الكثير. والذي قالت إني نذرت لك ما في بطني محررة ليست هي مريم، وإنما هي أم مريم زوجة عمران. أم مريم زوجة عمران. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. عند ولادة المرأة سواء كان المولود ذكرا أو أنثى، هل يجوز للأم أن تدعو لمولودها بدعاء السيدة أم مريم لابنتها مريم: إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم؟ هذا شيء طيب أنها تعيذ المولود من الشيطان الرجيم وتدعو له للصلاح والحفظ والحماية، فالدعاء مطلوب ولا سيما للمولود، ولذلك شرع الله سبحانه وتعالى أعمالا تعمل لهذا المولود فيها خير له، منها أنه يؤذن في أذنه اليمنى ويقام في أذنه اليسرى، هذا سنة، يكون أول ما يطرق سمعه ذكر الله سبحانه وتعالى، ومنها أنه يختار له الاسم الحسن، وأحسن الأسماء وخير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، فيعبد لله عز وجل، اختار له الاسم الطيب. وكذلك من ما شرعه الله لهذا المولود العقيقة، وهي أن يذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة في يوم السابع من ولادته، هذا هو الأفضل، وإن تأخرت أو تقدمت فلا بأس. في هذه العقيقة فائدة عظيمة لهذا المولود، لأنها تحصنه من الشيطان، تكون بركة عليه على أهله، شكر لله عز وجل. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل من الفضل لمن يموت في يوم الجمعة أو في ليلة الجمعة؟ هل هناك فضل في هذا؟ أرجو تبيان هذا. جزاكم الله خيرا.
لا شك أن يوم الجمعة وليلة الجمعة زمان فاضل، لأن يوم الجمعة هو سيد الأيام وهو أفضل أيام الأسبوع، وله خصائص كثيرة عظيمة، من أعظمها صلاة الجمعة فيه، فهو يوم عظيم، ومن مات فيه أو في ليلته يرجى له الخير لأنه مات في وقت فاضل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يا أختنا من الإمارات العربية المتحدة، سنعود إلى رسالتك في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. بعد هذا ننتقل إلى السودان لنقرأ رسالة بعث بها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف قاف ميم. يقول: أنا كنت بعيدا عن الوطن وأرسلت نقودا للزوجة لتدبير شؤون المنزل للأطفال، وحينما وصلت إليها النقود ردت إلي وأخبرتني بتفاصيل كيفية صرف المبلغ، ولم تخبرني عن التفاصيل كاملة، فأقسمت بالله إذا كانت تصرفت في باقي النقود في شيء لنفسها أنني سوف أطلقها، وكنت في حالة زعل وغضب شديد، هل يقع هذا الطلاق؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. على الزوج لا يبلغ به الغضب وضيق النفس إلى هذا الحد، وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن يترك المجال لامرأته فهي أدرى بحاجاتها وما تحتاج إليه، فلا يضيق عليها ويحصرها على رغبته، وقد تكون في ضيق أو في حاجة وهو لا يدري عنها، فعليه أن يكون سمحا وأن لا يتضايق إلى هذا الحد. وأما أنه حلف إن كانت أنفقت من هذه الدراهم على غير الوجه الذي يريده أنه سيطلقها، فهذا لا يقع به طلاق، لأنه لم يطلق وإنما حلف أنه سيطلق ولم يصدر منه طلاق، وإنما هذا وعد أو وعيد، الحاصل أنه لا يقع بهذا أنه طلاق، وعليه أن يكفر عن يمينه، يعني يطعم 10 مساكين أو يكسوهم كل مسكين ثوب، وإن أطعمهم فلكل مسكين نصف صاع، أو يعتق رقبة إن وجدت، مخير بين هذه الأمور الثلاثة، فإن لم يجد شيئا منها فإنه يصوم 3 أيام، هذا عن اليمين التي حلفها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: كنت جاهلا ولا أعرف شيئا، وواقعت زوجتي في نهار رمضان وأنا صائم وكذلك هي، ولكنها لم تكن راضية، ماذا علي الآن وماذا على زوجتي؟ هل عليها شيء رغم أنها غير راضية؟ جزاكم الله خيرا. هذا أمر محرم شديد التحريم، الجماع في نهار رمضان من الصائم جريمة كبيرة وخطيئة عظيمة، عليهما أن يتوب إلى الله عز وجل توبة صحيحة، وأن يقضي هذا اليوم الذي وقع فيه الجماع، ويجب على كل واحد منهما الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام 2 شهر متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وكونها غير راضية لا يكفي، لأنها تستطيع أن تمتنع منه إلا لو أكرهها إكراها لا خيار لها معه، فإنها تكون معذورة، أما مجرد أنها غير راضية فهذا لا يعفيها من الكفارة والقضاء والتوبة إلى الله عز وجل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل عليها أيضا الكفارة كما تفضلتم في خطابه؟ نعم، عليها مثل ما عليه. اللهم استعان. حد الإكراه كيف يكون، أو حد عدم الرضا في الصالح؟ حد الإكراه لا يكون لها اختيار في التخلص منه، فإذا هددها أو أمسكها تغلب عليها أو أوثقها بوثاق ثم فعل ما يريد، فهذه مكره. أما مجرد أنها لم ترضى فهذا لا يكفي. هل عليها أن تغلق على نفسها بابا أو نحو ذلك؟ لا، لها أن تمنعه بأي وسيلة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى دولة الكويت لنقرأ رسالة بعثت بها مستمعة، تقول المرسلة ألسين: أختنا لها عدة قضايا، في إحداها تقول: هل يجوز للمرأة في فترة العدة تقليم أظافرها وتمشيط شعرها وغسل شعرها بالشامبو والمعطر؟ جزاكم الله خيرا.
يجوز للمرأة أنها تصلح ما تحتاج إلى إصلاحه من قص الأظافر ونتف الإبط حلق العانة وكل ما تتأذى ببقائه، ولا أن تصلح شعر رأسها بالغسيل والتنظيف والتمشيط، كل ذلك جائز لها. أما الطيب فإن كانت معتدة من وفاة فإنها لا تقرب الطيب ولا تقرب أدوات التجميل، إذا كانت العدة من وفاة لا تقرب هذه الأشياء. نعم، جزاكم الله خيرا. هل يجوز لها الرد على التليفون ومشاهدة التلفزيون وسماع الراديو؟ جزاكم الله خيرا. لماذا سبب الرد على التلفون في الأمور التي لا محذور فيها؟ المفاهمة ورد السلام وإجابة السؤال لمن سألها بالتلفون، رد السلام لمن سلم عليها وغير ذلك من الأمور، أو سألها عن شيء فتجيبه، كل هذا لا بأس به. وأما مشاهدة التلفزيون فلا خير فيها، لا للمعتدة ولا لغيرها. ابتعاد الإنسان عنها ولا سيما النساء والأطفال خير له وأبعد لهم عن الفتنة. وأما سماع الراديو فإذا كان في برامج مفيدة كإذاعة القرآن الكريم والبرامج الدينية المفيدة هذا شيء طيب، أو تلاوة القرآن هذا شيء طيب تستمع إليه. نعم. أما الأغاني والتمثيليات والمسلسلات والأشياء المضحكة فإنها لا خير فيها، لا للمعتدة ولا لغيرها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا كان لها خادمة غير مسلمة هل يجوز لتلك الخادمة أن تغسل ملابس المعتدة؟ الخادمة غير المسلمة لا تجوز للمسلمين أن يستقدموا الكفرة من رجال ونساء وأن يدخلوهم في بيوتهم ويطلعوهم على أسرارهم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، يعني من غيركم وهم الكفار، لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. ألا يجوز للمسلمين أن يستقدموا الكفار إلى بلاد المسلمين وأن يدخلوهم في البيوت وأن يثقوا بهم ويطيعوهم على أسرارهم وعلى تربية أولادهم، لأنهم يبطلون العداوة والبغضة للمسلمين ولا يأيون جهدا في مضرة المسلمين؟ فعليها أن تبعد الخادمة الكافرة وأن تستقدم خادمة مسلمة يكون معها محامها يصونها ويتولى شؤونها وتقوم بالخدمة، هذا هو الضابط استخدام الخدم. نعم. جزاكم الله خيرا. وإذا كان وأما غسيل الثياب فلا بأس بذلك، إذا يعني غسل الثوب في حد ذاته ثوب طاهر، إذا غسله إنسان أو أصابه ماء حتى ولو من غير إنسان، لو نزل عليه المطر أو أصابه ماء طهور فأزال النجاسة فإنها تطهر بذلك، لأن إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية لأنها من باب التروك، فالمطلوب زوالها، فإذا زالت بأي وسيلة ولو بغسيل كافر فإنه يحصل المقصود. الحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز للمرأة المعتدة تغيير أثاث غرفة النوم بعد فترة العدة؟ لا بأس بذلك، تغير غرفة النوم متى احتاجت إلى ذلك، في أثناء العدة أو بعد العدة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع يوسف محمد هلال بعث برسالة وضمنها هذا السؤال، يقول: لقد جئت لأداء مناسك العمرة وأحرمت من جدة، وذهبت إلى الجموم وأنا محرم، وبعد وصولي إلى الجموم قلعت الإحرام ولبست ملابسي، وفي صباح اليوم الثاني أحرمت من الجموم ونويت أداء مناسك العمرة وذهبت إلى مكة المكرمة واعتمر، هل علي إثم في ذلك لأني لم أحرم من جدة وأحرمت من الجموم؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا، وماذا يترتب علي أن أفعله إن كنت آثم في عمرتي هذه؟ جزاكم الله خيرا. الواجب على من نوى العمرة من جدة أن يحرم من جدة، لأن جدة هي ميقات أهلها، ومن نوى النسك منها الواجب عليك أن تحرم من جدة ولا تتأخر إلى الجموم. فما دمت فعلت هذا فإن إحرامك يكون صحيحا والعمرة صحيحة، ولكن يكون عليك فدية إذا كنت لم تحرم إلا من الجموم وأنت قادم من جدة بنية العمرة، فإن إحرامك صحيح لكنه ناقص يحتاج إلى جبران، وذلك بأن تذبح فدية في مكة توزعها على الفقراء. أما إذا كنت حرمت من جدة بالعمرة ثم لما
ذهبت إلى الجموم خلعت الإحرام وبقيت بدون ملابس الإحرام ثم أحرمت، فهذا الإحرام الثاني لا قيمة له، أنت محرم من جدة، وخلعك لملابس الإحرام ولبسك للمفروض خطأ لا يجوز لك، وهو من محظورات الإحرام، لكن بصفة أنك جاهل إنك تعذر بالجهل ولا شيء عليك، عمرتك صحيحة والحمد لله. نعم. لكن عليه كما تفضلتم؟ لا، هذا في الذي لم يحرم إلا من الجموم، أما الذي أحرم من جدة ثم خلع ملابس الإحرام للجموم ثم أحرم مرة ثانية بزعمه، فنقول هو على إحرامه من جدة، وأما إحرامه الثاني فلا قيمة له، وإنما هو استئناف للإحرام الذي كان في جدة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. القادم من السودان شيخ صالح أو من بور سودان بالأحرى، هل ميقاته جدة أو ميقاته من حيث أنشأ السفر؟ القادم من الآفاق يحرم من الميقات الذي يمر به أو يحاذيه، إلا ما ذكروا من أن من جاء من السودان من سواكن، جاء من سواكن إلى جدة، قالوا فهذا يحرم من جدة، لأن سواكن محاذية لجدة تماما، أما غيرها فهو مائل عن جدة، إما من جهة الشمال أو من جهة الجنوب، فهذا يحرم من الميقات الذي يمر به إذا حاذى برا أو بحرا أو جوا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح، والختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على أسئلة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج المملكة العربية السعودية الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا.